السنة دي كل الناس اللي طبقوا أو اشتغلوا على مهرجان القاهرة السينمائية كانوا سينمائيين، من أول الديكور لمدير التصوير، الديكور العطية، تصوير درويش، ودي أول حاجة أول مرة تحصل بصراحة. كلمني عن ده، ليه اخترت إن السينمائيين هم اللي يطلعوا مهرجان القاهرة السينمائي؟ لان ده مهرجانهم، ولان هم فعلا افضل ناس يعملوا ده. ويعني ادينا شفنا شكل السجاده الحمراء بالديكور، يعني كانت حاله يعني مبهجه جدا للناس، و يعني اعتقد انها كان جدا يعني متهيألي كان اختيار صح يعني. جدا، ده بيفرق في الشكل. لو حد بقى غير يعني الناس المشاهدين العاديين غير السينمائيين، الجمهور اللي جاي يحضر بيفرق في الشكل. أظن إن الناس حست في فرق، وكان في إعجاب شديد مش بس كمان يعني بالديكور اللي اتبنى، بس كنا بنتكلم كمان على توظيف الديكور ده في الحدث نفسه. يعني كان ده محطوط في الحسبة، وبالتالي كان يعني الناس اللي اشتغلوا عليه تعبوا بجد، وأعتقد إنهم يعني كان يعني في قدر كبير من التوفيق يعني.